موضوع تالت، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وواحد من كباتن النادي التاريخيين. الحقيقة حسام دايما في كابتن حسام دايما في مرمى نيران الإشاعات، لأنه ما بيتكلمش ما بيردش، اتعلم كويس في مدرسة النادي الأهلي، عارف دوره كعضو مجلس إدارة وعارف دوره في ملف الكورة. والحقيقة حسام منذ انتخابه، كابتن حسام منذ انتخابه مع المجلس الحالي لم يصدر عنه أي تصريح خارج الإطار الرسمي. ما يعملش حوارات، ما بيطلعش في حتة، لا بتاع تليفونات، مش بتاع الجو ده يعني، مش بتاعته. كابتن حسام مش هو بس، هو ومعظم أعضاء مجلس إدارة أو كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لما بتلاقيهم طالعين بيبقوا طالعين باتفاقات معينة. لكن المفاجأة بالنسبة لي إني ألاقي اللي بيروج عنه هذه الإشاعات واحد من زملاء ملعبه. والحقيقة دي حاجات تزعل. أنا هنا برضو ما بغلطش في حد، ولا عمري بغلط في حد، ولا هغلط في حد. حسام غالي ولا بيرد ولا هيرد، وحسام غالي ما يعرفش إن أنا هطلع أقول هذا الكلام. ولكن إحنا عندنا فريق للمتابعة، إيه اللي بيحصل وبيقول لنا ونتكلم في هذه الأمور كلنا كفريق إعداد. ولكن الرد دايما بيكون عملي وواضح من النادي الاهلي وكابتن حسام غالي. النهارده تحديدا كان ممثل النادي الاهلي في قرعه كاس العالم للانديه، قال لك اصله بيصالحه حسام غالي. مين اللي بيصالحه؟ هو كان زعلان من ايه؟ هي صوره كابتن حسام غالي وهو موجود في جنب بنزيما يعني. كل كابتن حسام غالي زيه زي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم واجهه مشرفه. رسالة بسيطة بقى للناس اللي بتعمل فقرات وأمور مغلوطة على كابتن حسام غالي أو على أي حد الحقيقة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. وهنا أنا عايز الموضوع يمشي في إطاره. لو كابتن حسام غالي زعلان من حاجة بيبان يا جماعة، ما كانش راح، ده تكليف من مجلس الإدارة، كان قال لهم لا أنا تعبان، أنا مش مسافر، أنا كذا أنا كذا أنا كذا. فلما يجي حد يطلع يتكلم يجب أن يكون هناك براهين لمثل هذه الأمور. ما ينفعش أطلع أتكلم كلام مرسل وخلاص، ما ينفعش أطلع أرمي أي كلام وخلاص، ما ينفعش أطلع أقول أصل حسام غالي زعلان. طب ما هو فعلا ممكن يكون زعلان من حد من صحابه مثلا يعني. واللي يطلع بيتكلم المفروض أنه هو عارف أن نظام النادي الأهلي وشكل النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وسيستم العمل داخل النادي الأهلي ومجلس إدارته.